الا وضعت عليك سؤال وقلت لك واش تعرفي المحتوى ديال لارتيكل 5 6 7 و 18 نتاع لي زوبليكاسيون كونطابل دو كوميرسون، تقول لها مادام واش تكلميني على الدرول الكونطابيليتي، هذه الكونطابيليتي وهذا محتوى ديال لو برومي شابيتر في لي طرافو دانفونتير واللي باين راك نقصتي، لان تقول مع براسك محال واش يحطوا لنا اسئله في هذا لو برومي شابيتر، لان غير سميتو انتروداكسيون او طرافو دانفونتير. إذا تظهر أسئلة في امتحان على هذا الشابيتر وهذا هو موضوع الفيديو ديالنا. إذا كنتي باك إيكونومي ولا جيستيون كونطابل تدير مراجعة أخيرة للامتحان ديالك، مرحبا بك في لاسيري 20 على 20 في الكونطا مع وداد. سي بارتي. كما قلنا الموضوع ديال هاد لا فيديو هو لو بروميي شابيتر في لا بارتي تاع لي طرافو دانفونتير واللي سميتو انتروداكسيون او طرافو دانفونتير. هاد لو شابيتر شنو فيه؟ فيه واحد الجانب قانوني لي مستمد من لي زوبليكاسيون كونطابل دو كوميرسون واللي فيه دي زارتيكل مواد اللي فيها القانون. الوغ الماده اللي عندكم المواد اللي عندكم هي لارتيكل 5 و 6 و 7 و 18، خصك تعرف المحتوى ديالهم. اش يقولنا لارتيكل 5؟ الوغ لارتيكل 5 تيقولنا ان توت لي زونتربريز خصهم على الاقل مره في العام يديروا واحد الاحصاء مادي المكتسبات ديالهم داخل المؤسسه، سيتادير لونتربريز تجي مره في العام وتتحسب شحال عندي من كرسي، شحال عندي من شاش، شحال عندي من ماتيريال، شحال عندي شحال عندي، هذا تيتسمى احصاء. سي ان انفونتير فيزيك، سي ان انفونتير اكسترا كونطابل، ما عندوش علاقه بلا كونطابيليتي ديبيتي ان كونط كريديتي ان كونط. واللي خصنا نعرفوا ان هاد لانفونتير فيزيك هو اللي تناخذوا منه لو ستوك فينال ديالنا. عقلتوا فاش درنا لا ريغولاريزاسيون دي ستوك ملي تيجينا لو ستوك فينال؟ تيجينا من لانفونتير فيزيك اللي تنديرو دائما اخر ليكزيرسيس في لو 31 دوز. هذا هو لارتيكل 5. الوغ لارتيكل 6 شنو تيقولنا؟ تيقولنا ان لونتربريز خصها ولا بد يكون عندها واحد لو ليفغ. فاش نقول لكم ليفغ ما تصوروش ان ليفغ بالوراق، c'est un livre, c'est un document qui fait le bilan ou le CPC. Donc l'article 6 dit que toutes les entreprises sont tenues de tenir un livre d'inventaire qui fait le bilan CPC. Ça c'est un faux frac, mais un bilan et un CPC. Un bilan, il retrace la situation patrimoniale de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a et qu'est-ce qu'elle doit aux autres. Et كذلك le CPC عنده علاقه بلي كونط دو جيستيون، c'est-à-dire les comptes de charges, les comptes de produits و هما اللي تيخرجوا لنا لو ريزولت. لارتيكل 7 تيهضروا على لا دوري دان اكزرسيس كونطابل. تعرفوا ان الحياه لونتربريز مقطعه ديز اكزرسيس كونطابل. ان اكزرسيس كونطابل نورمالمون il coïncide avec l'année civile و لا دوري ديالو، هذا هو اللي تيحط عليه هذا لارتيكل، ان لا دوري ديال ليكزيرسيس كونطابل 12 شهر الا استثنائيا. مثلا لونتربريز اول عام اللي تخلقات فيه تخلقات في شهر اوت مثلا، ورا فاش غادي يجي الاخر ديال 2019 وهي تخلقات في اوت 2019 راه ما يمكنش يكون 12 شهر. ولكن هذه في الحاله اللي فاش تكون عاد نشات ولا الحاله اللي غادي تسالي لاكتيفيتي ديالها. Donc, un exercice comptable, c'est une période qui a 12 mois. L'entreprise tête les livres de l'exercice. Au fur et à de l'exercice, les livres après le résultat les livres de 2019. Au le 1er janvier 2020, les livres de 2020. OK, هذا هو الارتيكل نيميرو 7. لارتيكل 18، لارتيكل 18 عنده علاقه بالاتابليسمون دي زيتات سينتيز. لي زونتربريز خصهم على فان دو شاك اكزرسيس كونطابل يحطوا لنا واحد لي دوكيومون اللي تيعطيونا فيه الخلاصه ديال شنو طرا فوسط ليكزرسيس. بحال اش لي زيتات سينتيز؟ لو بيلون سي ان ايتات سينتيز، لو سي بي سي، عندكم ليتات سورت دو جيستيون، عندكم لو طابلو دو فينانسمون، وعندكم دوك لي دوكيومون اللي شفنا في لي زامورتيسمون لي بروفيزيون، لو طابلو دي زيموبيليزاسيون، طابلو دي زامورتيسمون، طابلو دي بروفيزيون، لي هادو تيتسماو ليتيك ايتا دي زانفورماسيون كومبليمونتير. هذا هو المحتوى ديال لارتيكل نيميرو 18. نبقاو دائما في المجال القانوني وغادي نشوفوا شنو هما المبادئ اللي خصها ترتكز عليهم لونتربريز باش دير هاد لي طرافو دو فان ديكزيرسيس.
الوغ بيان سور هاد المبادئ القانون اللي ملزمهم عليها. الوغ اول مبدا اللي ترتكزوا عليه هو لو برينسيپ دو سبيسياليزاسيون دي زيكزيرسيس. شنو هو لو برينسيپ دو سبيسياليزاسيون دي زيكزيرسيس؟ يمكن لي نلخصو في معادله، هو ان لو ريزولطا ديال ليكزيرسيس مثلا 2019 يساوي لي برودوي ديال 2019 ناقص لي شارج 2019. غتقولوا لي مدام بون هادشي سي نورمال باين عادي، ولكن ركز معايا على واحد الحاجه. فاش نقول لك لي برودوي 2019 ولي شارج ديال 2019 صافي دير لي متعلقين ب 2019. نعطيك دابا مثال، وهذا هو اللي شفنا في لو شابيتر تاع لا ريغولاريزاسيون دي شارج اي دو برودوي. تصور معايا انا تنخلص الكره مسبقا لمده 3 شهور، خلصت الكره 3 شهور في لو بروميي 11 سيتادير في شهر واحد في الاول ديال شهر 11 2019، وخلصت 3 شهور، خلصت 11 و 12 ودخلت مع شهر واحد، لان انا تنخلص دائما مسبقا. خلصت 3000 درهم في المجموع، صافي دير كو انا الا ما درت حتى شي تصحيح غادي يصدق ليكزيرسيس 2019 مخلص شهر الكره على 2020. صافي دير كو لي شارج ديال 2019 فيهم واحد الدخيل الا وهو الشهر ديال 2020، شهر واحد ديال 2020. اي دونك خصني ندير واحد التصحيح. شكون يعطيني الشرعيه ندير التصحيح؟ هو هذا لو برينسيپ اللي تيقول لي ان خاصك تغطاشي لي برودوي ولي شارج اي دوف تيت غطاشي ا ليكزيرسيس، ني بلوس ني موان. كانت زياده خصنا نقصوها بحال هذه الحاله، كانت نقصان خصنا نزيدو. غندوزو لو برينسيپ الثاني الا وهو لو برينسيپ دو برودونس اللي شفنا فاش درنا لي بروفيزيون. قلنا ان لونتربريز بمجرد ما تتشك ان واحد لو بيان ديالها داكوغ غادي تهبط لا فالور ديالو، ولا بمجرد ما تتشك انها راه غادي تعطي الفلوس لشي حد باقي ما تاكدهاش، المهم هي تتشك، خاصها تكونستيتوي اون بروفيزيون، خاصها دير سكون ابيل اون دوطاسيون او بروفيزيون، خاصها دير اون شارج. صافي دير كو تيقولوا لك لي شارج بمجرد ما تشك فيهم خاصك تكونطابيليزيهم، بمجرد ما تشك. انا ما متاكدش انا غتجيني واحد الغرامه ماليه، ولكن خصني نفرش لها، غنقبض واحد لو مونطون نحطو دو كوتي، هادي راه سيت اون شارج. جات ديك الغرامه الماليه تبارك الله، ما جاتش ما عنديش مشكل، غنقبض الفلوس نديرهم في جيبي. دونك اي حاجه شكيت فيها كي سو ترادوي باغ ان ديكاسمون دارجون لا ان بيس دو فالور خصني نكون عليه اون شارج. هذا هو لو برينسيپ دو برودونس، لي شارج دواف تيتر كونتابيليزي دي كيل سون بروبابل. الوغ كو لي برودوي زعما تتنتظر تتشك انك غتدخل فلوس، ما يمكنلكش تكونطابيليزيهم حتى يدخلوا ايفيكتيفمون لجيبك. دونك لي شارج دواف تيتر كونطابيليزي دي كيل سون بروبابل، اي لي برودوي نو بوف تيتر كونطابيليزي كو سي ايل سون ايفيكتيفمون انكيسي، ستادير تتخطهم عاد تحكم فيهم. اوكي، ثالث برينسيپ هو لو برينسيپ دو كونتينيتي دي زيكزيرسيس، الاستمراريه. هاد لو برينسيپ علاش مطروح بالنسبه لي زونتربريز؟ ركزوا معايا، نعطيكم ان اكزومبل. بحال دابا جا الاخر ديال 2019 شهر 11 شهر 10، لونتربريز شافت راسها ما خدامه ما والو، دونك الا ديسيدي انها غادي تسد. اوكي، ولكن ما غاتسدش في 2019، تيدخل 2020. هاد الفكره اللي جاتها بدون ما تاخذ الاجراءات الرسميه ما عندهاش الحق انها تقبض دوك لي بيان ديالها وتحاول تعطيهم واحد التقييم بحال اللي زعما كون نبيعهم، لان انا الا بغيت نسد ندير ليكيداسيون صافي خصني نبيع حوايجي. فاش نبغي ندير لي طرافو دانفونتير تاع 2019 ما نبقاش ندور الفكره في راسي انني انا راه غادي نبيع حوايجي، دونك غادي نعطيهم لا فالور كون نخرج نبيعهم شحال غيجيبوا ليا. لا، تتقول لك لونتربريز طونك ما درتيش الاجراءات دو ليكيداسيون لا ليفالواسيون زعما التقييم اللي غادي تعطي لي بيان ديالك خصهم يخدعوا التقييم العادي بلي زامورتيسمون لي بروفيزيون ديالك، ما تحاولش دير لهم شي تقييم اخر باسكو انت فراسك انك غتحبس لاكتيفيتي ديالك. دونك حنا تنديروا لي طرافو دانفونتير ديالنا بحال لي لاكتيفيتي ديالنا مستمره، ما عندها حتى علاقه بديك الفكره اللي جات انك غتحبس لا سوسيتي ديالك. دونك هذا هو لو برينسيپ.
principe de continuité. Alors de toutes les façons, هاد لي برينسيپ وهذا غادي نخلي لكم واحد لو ليان في لا ديسكريبسيون. Vous pouvez télécharger les définitions لان السؤال اللي عطيكم سؤال على لي ديفينيسيون غنعطيكم حتى دي كيسيون من بعد. Alors c'est لينا المجال القانوني ولا لا بارتي جوريديك نتاع هاد لو شابيتر. دابا بعدا نتفاهموا شنو هما لي طراو دانفونتير. لي طراو دانفونتير هي ديك مجموعه التصحيحات اللي خصها تقوم بها لونتربريز على لا فان دو ليكزيرسيس. علاش؟ باش تكون لا سيتوياسيون ديالها واقعيه وصحيحه 100% وباش لو ريزولطا ديالها هذا هو المهم باش لو ريزولطا ديالها حتى هو يكون صحيح. الوغ دابا علاش هاد كان هذا الجانب القانوني؟ لان الدوله بالنسبه ليها داك لو ريزولطا راه هو دخل لونتربريز وحنا تنعرفوا ان اي واحد كسوسوا بيرسون فيزيك ولا مورال بمجرد ما تبغي دير شي فلوس في جيبها خاص تعطي للدوله واحد لو بورسونتاج. داكشي علاش الدوله تدخل باش داك القانون بداك لو ريزولطا اللي غتاخذ عليه لامبو يكون محسوب باحسن طريقه بطريقه واقعيه وما فيهش تخربيق وما فيهش الكذوب. لا الكذوب تيكون مي بون هادي اونتر بارونتيز. دونك عرفنا شنو هما لي طرافو دانفونتير. هي مجموعه تصحيحات اللي تنديروها علاش؟ تنديروها على لي كونت دو بيلون اي لي كونت دو جيستيون لاكتيف و الباسيف و لي برودوي اي لي شارج. علاش؟ سي بور كالكولي لو ريزولتا اي افواغ اون سيتياسيون دو لونتربريز. بون دابا هاد لي طرافو دانفونتير خصهم يتبعوا واحد النظام واحد التسلسل. سيتادير الا جيت نقول لك انت غادي نحطك في لونتربريز وغنقول لك يلاه دير لي لي طرافو دو فان ديكزارسيس باش غتبدا شنو لي دوكيومون شنو هي بعد النقطه الاساسيه نقطه الانطلاقه ديالك شنو هي باش عاد دير التصحيحات. هذا هو اللي غادي نشوفو. الوغ اول حاجه لو كونطابل قبل ما يدير لي طرافو دانفونتير خاص تكون قدامه واحد الحاجه شنو هي؟ اون بالونس. تعرفوا شنو هي اون بالونس؟ اون بالونس سي ان دوكيومون فيه لي كونط كلهم دو لونتربريز من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 7 فيه لي كونط اكتيف اي دو باسيف اي دي برودوي اي دو شارج. هاد لي كونط محصورين في اين دات في لو 31/12. الا كانوا محصورين في لو 31/12 سافو دير تيعبرونا على كل ما داز بوندو ليكزارسيس. اي وي هاد لا بالونس اللي فيها لي كونط كلهم قبل التصحيح تتسمى اون بالونس افو انفونتير. داكوغ هادي هي الانطلاقه ديالي اون بالونس افو انفونتير. شنو غادي ندير؟ غادي نقوم بمجموعه التصحيحات c'est-à-dire débiter un compte, créditer un compte, faire un dépôt le journal, un adouement long minute, là les amortissements, c'est des écritures, les provisions des écritures, la régularisation des produits et de charges des écritures, la régularisation de stocks c'est des écritures. Alors tu vas faire des écritures, fin, le journal. On perd le journal, là tu vas t'imaginer les vidéos, dès qu'il me fait dire un journal, tu vas dire le rapport au grand livre. On perd le grand livre, tu as le compte. تنحصروا لو كونط ابري انفونتير سيتادير ما بعد التصحيحات. دونك شنو الفرق ما بين ما قبل التصحيح وما بعد التصحيح؟ هي مجموعة التصحيحات اللي درتي. كما قلنا التصحيحات تتخص لي كونط دو بيلون و لي كونط دو جيستيون سيتادير لاكتيف و الباسيف و لي كونط دو شارج و لي كونط دو برودوي. هنا حصرت لو كونط ابري انفونتير شنو غادي ندير؟ تنجمع هاد لي كونط كلهم في اون بالونس لي تتسمى اون بالونس ابخي انفونتير. سافو ديغ كو لي سولد لي فيها راه ديجا مصحين ومقادين. هاد لا بالونس ابخي انفونتير شنو تنديرو بها؟ تن ايتابليو بها لي زيتا دو سانتيز. منها تنجبدو لي كونط لي تنحطو في البيلون و لي كونط لي تنحطو في السي بي سي و لي كونط لي غادي تحطهم بعد في القرايه ديالكم لي طاسول دو جيستيون طابلو دو فينونسمون اتسيتيرا. دونك هذا هو لو شيمينمون غتلقاو لو شيما سيتادير لو شيما التسلسل ديال لي زيتاب غتلقاهم في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو. الوغ فوالا اون تيرميني هاد لو بروميي شابيتر. كيما قلت لكم هاد لو شابيتر انتظروا انهم يعطيوكم دي كيسيون اما كيو سي ام اما فغي او فو اما يعطيك شيما ويقول لك كملوا ليا. داكشي علاش انا غنتنبأ لكم بالاسئله وغنحطهم لكم في لا ديسكريبسيون. فوالا بور سيت فيديو اي ا لا بروشين. بورتيفو بيان اي ا تري فيت بور اون بروشين فيديو.